هل من تشخيص لظاهرة الإجهاض في المغرب كمًا وكيفًا؟ ما هي الدوافع، الظروف ووسائل إجراء عمليات إجهاض في عيادات خاصة أو على يد العشابين والقابلات؟ كيف يتعامل القانون نصاً وتطبيقاً مع ظاهرة تحولت إلى تجارة مربحة على حساب صحة وحياة المرأة؟ ما موقف الشرع من الدعوة لإباحة الإجهاض في وقائع معينة من قبيل الاغتصاب وزنا المحارم؟ ثم ماذا عن دعوات تقنين إجرائه في المغرب بين مؤيد للحق في الإجهاض ومعارض لما عد مساً بالحق في الحياة؟ الإجهاض موضوع العدد المقبل من برنامج بدون حرج. بدون حرج يأتيكم هذا المساء عند الأوقات التالية على قناتكم ميديان تي في.